السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونصب على كل خطنا حبايبنا. أحلى صباح اليوم في الدنيا وعلى كل متابعين القناة. النهاردة جايبين لكم عرض جزاء، عرض 100%. ليه بقى؟ معانا زغاليل، ست زغاليل. ست زغاليل دول مات للناس اللي هي إيه، بتنش. ست زغاليل اللي هم للناس اللي هي بتنش الحمام، تمام. الست زغاليل دول مات يا باشا، 2 جزغنديات اللي هم بيقولوا عليها زرق قطيفة، تمام، واتنين عقب احمر، 2 عقب احمر، واحد اعصر واحد شرافه، تمام، واتنين بلاوه، واحد سكروطه واحد ابله احمر، واحد سكروطه واحد ابله احمر. الزغاليل دي تنش دماغها حديد لانهم بتوع اخويا، تمام، وكان ايه مربي منهم بينش، كان بيربي منهم بينش. الاب والام اصلا كانوا طايرين عندنا، فاهم، في الطبليه. الاب والام كانوا طايرين في الطبليه عندنا، تمام. العقدة حمر بمات، أبوهم أبوه مع أصفر، ودماغه جامدة حديد، يعني دماغه جامدة، تمام. هنوريهم لكم دلوقتي فرد فرد وإحنا مع بعض، ماشي. بسم الله. بص دوت النبلة اللحم، الزغاليل معتمدة على نفسها ما شاء الله، تمام، واضحين. ودوت النبلة السكروت، دي النبلة السكروت، هو قليل شوية بس معتمد على نفسه وبياكل وفرد حلو يعني، ماشي. ودوم مات اللي هما الأزرق قطيفة، اللي هما الجزغنديات، هما طالعين هما بيقولوا عليها أزرق قطيفة. الزغاليل دي برضه دماغها جامد ومعتمد على نفسها، مقفلة ليش هي. هذا التاني ودوت اخوه برضه، بس دي جتته فاتحه شويه، دي جتته فاتحه شويه. الحمام ده الاب والام بتاعه كانوا طايرين عندنا، فاهم، في الطبليه، يعني احنا الذكوره كانت طايره في الطبليه، دماغها جامده حديد، ماشي. وده تلاقي عقب احمر برضه، دي اللي هو احنا بنقول عليها اعصر، اعصر اللي هو كناحه، بس العشر بتاعه كام دي شيء ده، 1 2 6 6 من هنا وستة من هنا اهو، 6 و6 دي بيتقال عليه اعصر، ماشي. وده الزعوات ما شاء الله، ونوريكم زعوات زغلول. ودوت اخوه دي بيتقال عليه شقافه، دي بيتقال عليه شقافه عشان جناحه من هنا العشر بتاعه مفتوح، تمام، احنا بنوريكم برضه. والتاني العشر بتاعه مفتوح، دي بيتقال عليه شقافة، ماشي كده. هما ست زغاليل ما شاء الله كويسين وصحتهم حلوة ما شاء الله، ومعتمدين على على نفسهم، هما معتمدين على نفسهم ما شاء الله. دمك للناس اللي هي بتنش دماغهم رصاص، يعني دمك دماغهم رصاص، تمام، واضحين. هما ست زغاليل هوريهم لكم برضه في الكاميرا، هقرب الكاميرا عليهم. على الكاميرا هي تقربناها عشان تشوفوا. لما واضحين اهو ما شاء الله. وهسيب لكم الرقم بتاعي في صندوق الوصف تحت، تمام، تمام كده. احنا كده ورينا لكم الزغاليل على الطبيعه، ولو حد محتاج اي حاجه يكتب لنا تحت واحنا نرد عليه، تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.